صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار 34 تموز يوليو 2014. فطر مبارك لكل المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقة من برنامج الحدث. اليوم ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل. صباح الخير أستاذ جوزيف. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. اليوم عليك كمان وعلى الجميع، وعليك إن شاء الله بأيام أحسن وأفضل على الجميع تكون. أكيد. أستاذ جوزيف، بداية راح يكون محورنا غزة، العدوان على غزة، إلى أي مدى ممكن أن يتواصل هذا العدوان؟ كيف تقرأ كل تداعيات العدوان على غزة، على غزة وحتى على محيط وجوار غزة، إضافة إلى أكيد داعش في العراق، مسيحيو العراق؟ هل من خطر على مسيحيي لبنان؟ البعض يقول بأن مسيحيي لبنان اليوم يخافون على فقدان الدور وليس أن يكونوا مستهدفين بمسيحيتهم وبوجودهم في لبنان. لرئاسة الجمهورية، هل في بعض مجال نحكي عن رئيس جمهورية بظل هذه الضغوطات وهذه الظروف؟ المجلس النواب والتمديد، كنت عم تقول قبل التمديد لا محالة، فيبدو بأنه راح يكون التمديد هو نصيب مجلس النواب. كل العناوين راح نطرحها مع حضرتك. أيضا بدي أشير أنه بهذه الحلقة سيكون هناك توضيح من المؤسسة العامة للإسكان حول اللغط الذي ساد، و إعلان جمعية المصارف بأنها قطعت العلاقة مع مؤسسة العامة للإسكان. رئيس مجلس إدارة والمدير العام أستاذ روني لحود هو اللي حيطلع يوضح بحلقتنا هذا الموضوع، ويطمئن، على أمل أنه يطمئن كل الأشخاص اللي بيعولوا على المؤسسة العامة للإسكان لكي يكون لهم مسكن في لبنان. أستاذ جوزيف، الآن كما ذكرت زميلي كريستين، 1260 شهيد في غزة وأكثر من 7600 جريح. هذه الحرب العبثية من يتحمل مسؤوليتها؟ مش حرب عبثية، يعني هناك خطة لدى إسرائيل لإسقاط حماس، ولكن يعني لدى فلسطين المحتلة تشهد بظل ما يسمى بالربيع العربي، أو أصبح في مطرح آخر أصبح ربيع الإسلام السياسي، وطلع فاشل. نحن إسرائيل عم تعمل شغلة، لأنه العرب كل دولة ملتهية بنفسها، ما في دولة بالدول العربية إلا ما عندها مشكل داخلي بقلب الدولة تبعها وبقلب الجمهورية وبقلب الكيان وكل شيء. وبالتالي إسرائيل مش عم تعمل حرب عبثية. إسرائيل هي عم تشن حرب على حماس لإنهاء حماس ولتحجيم حماس ولأخذها إلى المفاوضات، يعني صاغرة وساكتة وراضخة. وحماس ما بدنا نختصر غزة بحماس فقط، أكيد حماس هي قوة رئيسية، لكن في الجهاد الإسلامي، في الجبهة الشعبية، في جبهة في كلهم عم يقتلوا بقلب غزة. العملية تروحوا على مفاوضات فيما بعد تكون حماس متنازلة عن المسلمات، ويقدر محمود عباس، رئيس محمود عباس، يتحرك بحرية وفق ما تنص عليه يعني الاقتراح المصري حول خطة الصلحة. بس اليوم لا يبدو بأنه حماس تحديدا، كتائب القسام اليوم كيف في تصريح، لا يبدو بأنهم يعني يخضعون لشروط الإسرائيلي ولا حتى لأي مبادرة وإن كانت بغطاء عربي، من دون أن يكون هنالك الشرط الأساسي وهو فك الحصار ووقف العدوان بحسب ما تعلن كتائب القسام وحتى حماس والفصائل المقاومة. ست نانسي، المشكلة حماس ما هي مشكلتها مع العرب. مين العرب؟ يعني مع مصر، مع السعودية. هي ما بدت، هي مش يعني لا تثق بأي دولة عربية سوى قطر، ودولة وتثق بإيران وتثق بتركيا. هلا يعني بالتالي بتعتبر حماس بمجالسها السرية، مش سرية، بصالونات يعني مقفلة، تعتبر حماس إنه هذه الحرب تشن بوكالة عن مصر، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بيعتبروا المصريين والقيادة المصرية إنه الرئيس السيسي هو يعني يعاني الأمرين من قوة حماس التي تحركت بالداخل المصري يعني، وعملت طيلة اللي بدها تعمله كل هيك الفترة مع الإخوان المسلمين. بقى الإخوان المسلمين بمصر هم مشكلة، وفي حال اشتبكوا مع القيادة والجيش المصري مثل ما عم يحصل بسيناء اليوم بدعم
من الجميع تيكونوا ضعاف ما يكونوا قوية. إذا طلعت حماس من هاي المعركة قوية إذا بتطلع والإخوان المسلمين يعني بينبتلوا ريش وبيصيروا يقتلوا وبيطلعوا أقوى وتدخل حرب وتدخل مصر في حرب أهلية. فلذلك كل اللي عم ينعمل اليوم هو تحجيم حماس وإلهاء بالداخل يعني الفلسطيني الإسرائيلي، وبالنتيجة إسرائيل هي يهم العلاقة مع مصر أكثر من العلاقة مع غزة. غزة لا تعنيها بشيء، غزة مطوقة. هلأ ضربت روحت اقتصادي 3 4 5 مليار دولار، هودي الأمريكان بيعوضوا لها هن يعني. وأنا بشايف أنه في تسوية معينة ما فيها يعني حماس توقف الحرب إلا ما تأخذ، ولأنه يعني شي معبر يكون مفتوح دون شروط أو مع شروط مقبولة. بس اليوم مين يدعم حماس بهيك معركة؟ يعني اليوم حضرتك عم تقول أنه حماس ترتاح لقطر وتركيا وإيران، صحيح، لكن لا يبدو أنه في دعم واضح لحماس غير من ما كان يعرف بمحور المقاومة والممانعة. يعني سمعنا الأمين العام لحزب الله أعلن أنه نحن إلى جانب غزة وإلى جانب المقاومة في غزة. كل اللبنانيين أثبتوا هذا الأمر. وهنا يسأل واحد سؤال أنه كيف ندعم حماس كمقاومة ونقف ضد حزب الله في لبنان كمقاومة؟ يعني هون واحد بيسأل سؤال من قبل قوى الداخلية ب 14 أدار وأخواتها. هلأ هذا هون السؤال يسأل يعني بصورة دائمة، ولكن بس لحتى السؤال يسأل كيف ندعم حماس ونقف ضد الإخوان، كيف ندعم حماس وحماس تقف ضد النظام في سوريا؟ يعني كمان كله صار لم يعني ما عادت شبكة مفهومة. هذا المخطط الإسرائيلي والصهيوني والمخطط يعني بتعتبريه أردوغان يعني كمان يعني بتعرف تمثيليات أردوغان وقت بدافوس، ونعرفه بقضية مرمرة، ونعم يعني أصلا وجود إسرائيل كان أيام السلطان عبد الحميد، يعني قبل سنة 1917 كانوا عم يحكوا بدولة أخذ وعد بلفور، يعني كانوا عم يحكوا بدولة، والسلطان عبد الحميد ضل 6 سنوات يتفاوضوا معه. عبد الحميد يعني أحد كبار السلاطنة العثمانيين اللي جاب الولايات على المنطقة، وبالتالي يعني أردوغان هو يحلم أن يكون حفيد سلطان عبد الحميد. وبالتالي اليوم تركيا تضع يعني رجل في إسرائيل ورجل في الإخوان المسلمين، لأنه أردوغان عنده انتخابات الشهر المقبل أو بعده. أنا اللي بشوفه هناك تمثيليات، هناك صراع بين دول الخليج مع مصر والسعودية بعض منها، هناك صراع بين إيران وأيضا دول عربية عم تدفع حقه الشعب الفلسطيني من أبرياء وحماس والجهاد والسلطة الفلسطينية. وأيضا عندما توحدت الحكومة الفلسطينية هذا الأمر توحدت بدون جميلة مصر وبدون غطاء مصري، وهذا الأمر لا تقبل به إسرائيل، بدها على طول دائما تكون على علاقة جيدة مع مصر، لأنه يعني لم يأتي أحد مثل الإخوان المسلمين يقول مثل محمد مرسي يقول لشيمون بيريز يعني صديقي الوفي وسيدي الرئيس وبخط إيده. فلذلك يعني الإخوان المستسلمون بسميهم أنا هم فشلوا بالسلطة ولن يستطيعوا يعني أن يكونوا في السلطة، لأنه المشروع الإخواني هو بس فقط مشروع إسلامي وليس مشروع كدولة مدنية. ما عم يتحضر. بس شو قصدك تقول إنه حماس إذا انتصرت يعني انتصار للإخوان المسلمين؟ أكيد، ما هي حماس ما من إسلامي. بس كمان بتصير يعني بتصير حضرتك من الأشخاص اللي ببرروا هذا التعاطف المصري نحن مع العدو الإسرائيلي وضد حماس بحجة أنه نحن إذا انتصرت حماس ستنتصر علينا وليس فقط على إسرائيل. أكيد، يعني ومعهم حق بتحليلهم. المصريين كقيادة سياسية بمصر والعسكرية ما حق، لأنه هن عم يتقتلوا بيعتبروا بسلاح الفلسطينيين. ويعني فيك تعتبر أنه رئيس عبد الفتاح السيسي هو ايضا يعني حليف لاسرائيل اذا ما منه عدوها. وقضيه العروبه يعني بدها وقت ل يعني بدهم وقت ليرجعوا يستعيدوها بمصر، بدها وقت طويل. بس اذا فقد الشيء مش حيرجعوا يستعيدوا يعني، فاذا فقدوا لا. هذا النفس العروبي وحتى ان تفقد مصر عروبتها مش هو يعني هو هوية بالاخر. مصر في عروبه، في عروبه بالثقافه، في عروبه بالفن، في عروبه بشارع محمد علي، بشارع بالشعر يكون في عروبة، بشارع الموقف يعني بشارع الهوانم بمعرف بيقولوا في عروبة قد ما بدي بالتمثيل يعني بالمسرح، ولكن ما في عروبة بالسياسة. تنفيذ
العروبة السياسية على الأرض بمصر. اليوم أمر كجوزيف أبو فاضل أنت مع أن تنهزم حماس لكي لا ينتصر الإخوان؟ لا أنا لا أنا أميز بين فريق وآخر، ولكن لن تنهزم حماس، بدي أقولها مخرج مثل 2010 نفس الشيء يعني على طريقه لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، بس بتكون حققت اسرائيل اهداف وكشفت مواقع حماس والجهاد وغيرهم وعرفت الصواريخ من عم يجوا واقفلت كل الانفاق. وين هدول الاهداف بدها تحققها لحد اليوم؟ وين تحققت هذه الاهداف الاسرائيليه؟ ويبدو بانه قوه المقاومه اقوى بكثير من اهداف التي تضعها اسرائيل لعدوانها. أكيد يعني هي ما كانت عاملة حسابها بهذا الأمر نظرا للسلاح اللي إجا من السودان أيام الرئيس مرسي على قطاع غزة. بس هذا السلاح لابد من الثناء عليه وليس إدانته يعني ولو قتلوا من الرئيس أنا مرسي أنا ولو إسرائيل. من غيره يعني. أنا معه ضد إسرائيل بس ماني يعني معه ضد اليوم حتى محور المقاومة يقول أنه هذا السلاح هو صناعة الصواريخ التي تطلق والتي تطال تل أبيب والمستعمرات الإسرائيلية هي صواريخ صناعة داخلية فلسطينية. صحيح داخلية فلسطينية لا أظن أنا أنه عندهم معامل أني بس بركبوا القطع اللي بتجيهم وجيهم قطع كتير وبالأمس قالوا أنه ألقوا قبض على باخرة إيرانية كان جاي ما بعرف من ليبيا ما بعرف باخرة ليبية أو تركية. أنا البعض اللي بقول شغلي أنه أنا ماني ضد سلاح حماس ضد إسرائيل، بالعكس أنا ضد إسرائيل على الآخر معروف موقفي، ولكن حماس استباحت. أنا ماني مع حماس ضد سوريا، وماني مع حماس ضد الرئاسة بمصر، وماني مع حماس ضد رئيس بشار الأسد، وماني مع حماس ضد حالي. يعني حماس أنا مع حماس بفلسطين، أنا بورست مع حماس بأي منطقة أخرى بلبنان. يعني احنا عانينا كثير بفتح لاند وكنا نشوف شو عم بيصير من زمان. بس اليوم هذا الكلام ساعتها بينطبق على الفريق اللي بيقول انا مع حزب الله في الجنوب ولست مع حزب الله في سوريا. بيقول بده اياه، نحن بنعرف يعني حزب الله مطلع على سوريا. عم بتفكروا بس بوجهه نظر ثانيه. شو بدي فيهم؟ انا يعني هن لا بيقدموا ولا بياخروا، حزب الله اصبح قوه كبرى واصبح يعني عادة الدول العظمى ترسل جيوش خارج بلادها لأنه إلى ثقة بنفسها أنه بيربحوا. فلذلك يعني إذا جمعية 14 أذار أنا ما بدي رد عليهم، هذا الكلام كله يعني للاستهلاك. هن بيعرفوا أنه حزب الله لن ينسحب من سوريا، وحزب الله يقدم خدمة لألهم قبل ما يقدمها لألو لألنا، أنه عم بيقاتل هؤلاء يعني اللي عم يعملوه بالعراق واللي عم يعملوه هلا على الحدود. يعني كتر خيره اللي وقف هالشغل بيوقف هالموقف هذا. وشغله حزب الله يعني لا يمكن ان تبحث يعني يبحث فيها اي نائب من 14 اذار، القصه اكبر منه بكثير. بس اليوم اذا وضعت امام هذا الخيار بين مصر ان تكون مصر ساكته عما يجري في غزه ويكون ضريبه هذا الامر خساره حماس، وبين ان تكون مصر أخوان مسلمين ومنتصرة حماس في غزة، أي خيار تختار؟ هلا حطيتي لي فرضيتين، ما قلتي لي وحدة ثالثة. أنا مع غزة، أنا مع فلسطين. إيه بس الخوف من انتصار المقاومة على رأس حماس. ما رح تنتصر المقاومة بالشكل اللي شايفينها فيه، المقاومة سوف تسقط ضحايا وخسائر فادحة بهذا بالفريق الإسرائيلي، شيء ممتاز. تمنعهم من تحقيق أهدافهم. هو أن تمنع الإسرائيلي من تحديد الأهداف، وهذا هو الانتصار. الحرب فيها ضحايا والحرب فيها دمار، بس الحرب كمان فيها لها أهداف، إذا سقطت هذه الأهداف فيكون الانتصار. صدقيني بحال دمرت لا سمح الله غزة أنه بنعمدوا يقتلوا بعضهم، مقاتلين مطوقين يعني. دمرت الضاحية الجنوبية ب 2006 ضاحية جنوبية وبقي حزب الله يقاتل. كان عندك خلفك الإسرائيلي تمكن من أن يتقدم برا وكمان صار في انتصار. خليني رد عليك بس على الضاحية، الضاحية كان في خلفك سوريا ومن خلف سوريا إيران، وكان سوريا بكل قواتها وبكل دعمها علنا، وكان في يعني كان في يوم حرب الضاحية كمان خرج ناس يقولوا هؤلاء عم يغامروا بالأمة العربية وغيره وغيرته. هذه كل شخص ميثاق أمم متحدة بدافع بيسمح بالمقاومة، كل شخص له حق يدافع. وحماس احتلت أراضية الفلسطينية، نحن مع الفلسطينية. أنا شخصياً
يعني من بعد ما شفت سلوك حماس بسوريا لا أؤيد حماس، يعني لو أؤيد حماس إلا ضد إسرائيل، تقولي لي ضد مصر بليك لا. طب ليش هذا المحور لا يتحدث عن هذا السلوك حتى يصفل. حزب الله يصفل. ما يعني بيطلع بيتحدث عن سلوك حماس في سوريا، نسمع روايات بس ما عم نسمع حتى حماس على علاقة جيدة ما زالت مع إيران. أكيد لجنة الإيرانية يعني ما لجنة بيستغنوا عن حماس أو حماس تستغني عن إيران، ما هي الداعم الرئيسي. إذا بيستغنوا هن عن النظام شو أنا موظف يعني عند حزب الله أو إيران؟ ماني موظف أنا، أنا بشوف المنيح سطر نانسي وبحكي. اليوم أنا إذا بدهم يجوا يدمروا هذه الدولة اللي اسمها سوريا ويجوا مثل ما عملوا قبل بال 75 بلبنان و 73 و 74 مع الجيش، أنا بكون ضدهم، أنا معهم ضد إسرائيل. نقطة على السطر بقلب هذا الموضوع، بس يروحوا يدمروا دول عربية عم تحكي بالعروبة مثل سوريا ومصر، أنا مش معهم. لانه الاخوان المسلمون الاخوان المسلمين بالمنطقه كانوا عبء علينا، كانوا يعني خربوا المنطقه، هن كانوا راس العماله مع اسرائيل. يعني كيف بدي كان ايد حماس وانا يعني اليوم تعتبر حضرتك انه موقف مصر بقياده رئيسة عبد الفتاح السيسي بانه موقف عروبي؟ موقف مش عروبي، لا موقف مصري. بدوش يحمي حاله الرجل، ما عم يفجروا له حد قصر المهاجر، حد قصر بردون الفوق ما فيهم يوصلوا، ما في قصر المهاجر فوق لا ما بيوصلوا على المهاجرين، عم يفجروا له حد ان شاء الله ما يوصلوا يعني قصر القاهره شو اسمه ايه. انا اللي عم اقوله انه يعني انا بديش يعني انه بحب حماس اكثر ما يعني حب حالي، يعني واحد بالنتيجه في منطقته وفي ناسه. انا اذا كنت مع المقاومه، مقاومه ضد اسرائيل، بس بلبنان المقاومه هي من داخل اللبناني، يعني هؤلاء الشباب هناك تحالف في لبنان، تحالف شيعي خلينا نقولها بصراحه، وبعض المنظمات كمان والحركات والاحزاب السنيه مشاركه فيه، يعني تحالف حزب الله امل هو الذي قاتل، البلدات التي دمرت بالجنوب وبالبقاع وبالبقاع شرقي والغربي يعني وشمالي وبالضاحيه، يعني المناطق الشيعيه استهدفت وقاتلت وانتصرت ب 33 يوم، في حين انه شفنا يعني كيف كانوا مكبشين بكوندوليزا رئيس وبوسوها كانوا اكلوها على نتفه، يعني خلينا نحكي. وكانت يعني والمجازر قايمه، مجزرة قانا وكانت جايه من اوتيل دافيد من اسرائيل جايه على لبنان، ولو ما قالوا لها ما تجي لانه عملت مجزره ثانيه بقانا بنفس النهار. يعني اليوم ما فرقني معهم الامريكان، خلص يعني اوكي حجموها لحماس خلص، بهمهم يتفقوا مع دول مثل مصر مثل اسرائيل. بس لما تتخلى هذه الدول العربيه الكبرى عن قضية فلسطين، يعني مجرد أنه تكون هي لا تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، كان اسمها حماس ولا كان اسمها جهاد ولا شو ما كان اسم الفصيل الأبرز فيها، هيدا يسقط القضية الأساس، يسقط فلسطين. ما بيسقط فلسطين، بالعكس ما بيسقط شيء بفلسطين. الفلسطينيين اللي عم بيقاتلوا منهم حماس كلهم، اللي حاطط حصار على المعابر معبر رفح بظل هذا العدوان الهمجي على غزة. من أمتى الحصار؟ من أي متى كان؟ بس اليوم في حرب وفي عدوان على غزة، نعم بدلوا الحصار؟ أكيد مهني، في ناس عم تموت بغزة، ما في مشروع عند الرئيس السيسي، هو يعتبر أنه إسرائيل عم تقتل عنه، في مشروع لتطويق وتركيح حماس لنا مشان حماس تجي لعنده. وهلأ اليوم رئيس محمود عباس وموسى أبو مرزوق ونخال أبو طارق نائب للدكتور رمضان شلاح يحني بمصر، ما في مناص حماس ما فيها تزعل مصر، اتفاق الإسرائيلي المصري ما اجى رئيس الا ما التزم فيه، ومن ايام وقديش كان الرئيس المسلم المتشدد الاخواني محمد مرسي كان اكثر واحد زاحف نحو اسرائيل. يعني اليوم بمصر بيعانوا من 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 الفقر المدقع وكل شيء، ويعطى الغاز الى اسرائيل بابخس من ارخص من المي، فلذلك يعني هذا الامر يعني معروف من وقت انور السادات لهلا. خلص مصر عندما تركت رئيس حافظ الاسد وتركت سوريا وحده بالمعركه، بينت المؤامره يومتها مع الملك حسين حسب ما يقولوا، انه راح خبر حكي مع جولدا مائير وحكي مع شو اسمه وزير الدفاع يومها لرئيس الحكومه، يلي خبر انه في هجوم بده ينعمل عليكم. طيب اليوم هل تعتبر انه سوريا اليوم تقف ايضا موقف الحذر مما يجري في غزه، انه بين دعم حماس المقاومه وبين الموقف من حماس والموقف السياسي لحماس تجاه النظام؟ بقول لك شغله، سوريا بدك تعتبر دمشق هاي بلاد الامويين، يعني دائما هن بيعتبروا حالهم ام الصبي، وبالتالي سوريا ما بتقبل يعني انه
اللي عم يحصل. وطلع بيانات يعني حتى الرئيس السوري رئيس بشار الأسد. نعم. سوريا هي رمز العروبة يعني، والرئيس الوحيد اليوم اللي هو زعيم العرب هو الرئيس بشار الأسد يعني. الباقي يعني ليش ما قدروا أبعون؟ ليش قدروا شيلوا زين العابدين ومعمر القذافي وحسني مبارك؟ لأنه هو كانوا عم يتعاملوا مع الأمريكان بالفترة الأخيرة، أو يعني شفنا إنما رئيس أسد ما قدروا يشيلوه لأنه هو يعني جاي من شعبه، جاي من ناسه، وبالتالي ما إنه أمريكاني. يعني لو كان أمريكاني ومش ممانع مثل ما عم يحكوا كان أبعوا الأمريكان. يعني حسني مبارك ثالث أسبوع دق لهم قال لهم عمر سليمان تلفع على البيت الأبيض بده يحكي مع الرئيس أوباما، قال له ما عندنا كلام نقول لك إياه، ما في يحكيكم دغري. راح اتنحى وراح عمر سليمان عمل فحوصات ومات بالفحص. يعني معروف اللي بيشتغل على كذا خط بده يروح. انما سوريا موقفها واضح من قضيه العروبه، من قضيه فلسطين. فلسطين قال الرئيس الاسد بقسم اليمين تبعه ان هي القضيه المركزيه وقضيه الام. بس ماذا يبقى من فلسطين اذا سقطت مقاومتها بهذه الوحول السياسيه؟ يعني اليوم اذا اللي بده يحكي عن حماس كمقاومه بده يقول بس نحن مش ناسيين لهم لحماس شو اللي صار هون، ونحن بنخاف من انفصال حماس. انا قلت لك انعكاسه على الاخوان. لا انا ما عم طب شو السيد حسن كمان قال العروبه. السيد يعني حسن نصر الله كمان قال نفس الكلام، قال انا ما يعني ما بدنا نتوقف يمين وشمال، نحن مع غزه، مع حماس، مع كذا. اوكي ما عم اقول لا، نحن قلت لك نفس الحكايات، نحن مع فلسطين، مع اعاده الارض الى اصحابها. بس اذا كان في مؤامره داخلين فيها رؤساء بلدان العرب والملوك والامراء، انا شو في اعمل؟ يعني انا براقب وبشوف وبحكي اللي بشوفه. بتنتقد مش تأيد؟ انا ما لا ما في انا أيد حماس، انا ماني مع الاسلام السياسي. بس بهيك ظروف لا انا مع دوله مدنيه. ما ماني ما فيك تقول انا مع دوله مدنيه وتأيد حزب الله. مين؟ كيف بتأيد حزب الله وهو مقاومه؟ حزب الله مقاومه. حزب الله مقاومه لبنانيه. شو مقاومه حزب مدنيه سياسي. هو حزب سياسي. حزب الله هو مقاومه اسلاميه. حزب الله لم يطعن احد في الخلف، لم يطعن احد في الخلف من كل اللي وقفوا حده. حزب الله يعني في سوريا يقاتل الى جانب الجيش العربي السوري، وفي بعض الاماكن متقدم على الجميع. حزب الله يحميني من التكفيريين خدمه لإلي وللانسانيه جمعاء، هو والرئيس بشار الاسد. حزب الله لا يطعن ولن يطعن احد، انما الطعنات بتجي من 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 هؤلاء المجتمع الغربي اللي عم بيعتبر حاله انه مسيحي، بيشوف المسيحيين كيف عم يدبحوا بالموصل، وعم يتهجروا 50,000 تهجروا وتقتلوا والى ما هنالك، وعم يعتدى على اعراض الناس، على الشيعة وعلى السنة وعلى كل الناس. حزب الله اللي عم يعمله عم يخدم الإنسانية، هو والرئيس بشار الأسد بالمنطقة. إنما تقولي لي حماس شو عملت؟ حماس شو عملت؟ أنه أكثر شيء خالد مشعل وقت كانت طيارته عم تبرم بالجو ومحدا بده يستقبله، مين استقبله غير بيت الأسد؟ ومين نزله غير سوريا العروبة؟ لآخر تكة كان لا سياراته حدا بيقرب عليهم ولا بيوته ولا شيء حاطين له حراس. بس حماس تقول نحن لم نأخذ موقف، إنما نأينا بأنفسنا ولم ندخل. أعوذ بالله، أخذت موقف كثير. موقف مع أو ضد النظام؟ بقي بسوريا 3-4 منظمات وحركات، بقيت الجبهة الشعبية، حركة فلسطين حرة، الجهاد الإسلامي بقي يعني بين هون ومصر ولبنان حيد حاله، الجهاد الإسلامي إيه حيد حاله، بس اللي كانوا مع رئيس الأسد قلناهم قبل شوي حركة فلسطين حرة والجبهة الديمقراطية طبعا أبو جهاد. نعم. ما بعرف أنا بتغلط فيهم بين الديمقراطية والشعبية. شعبية وحتى الجبهة الديمقراطية. وبالتالي حماس لا وحتى. حماس خرجت من سوريا بالخالص، وحمل العلم ما يسمى بالثورة هلا القاعدين بالخمس أوتيلات ماذا يمثلون؟ حمل العلم ويرقص فيه خالد مشعل، هذا الأمر ما بليق بالمقاومة، ما بليق بشخص ما بيسوى مع مثل الأسد نعملهم بهالشكل. أنا ما عم بحكي يمكن أنا أكثر واحد من زمان متأذى من السوريين، بس من 2005 وبالطالع تغيرت المنطقة. أستاذ جوزيف بين 2008 و2009 بتكون هيك الخيارات، بين أن يسقط النظام في سوريا أنا ما بدي وأن تسقط المقاومة بقيادة حماس في فلسطين، أي بتتقبله أكثر؟ أنا لا أستطيع أن أرى سوريا، يعني لا يمكن، أنا ما بقدر أشوف أنه سوريا ساقطة، بالعكس سوريا انتصرت، نعمل أنه حماس ما تسقط. بس أنه بين هالخيارين؟ لا أنا معروف أنا مع الشعب الفلسطيني، أنا مع الشعب الفلسطيني، بس ما فيك تخيريني بين سقوط النظام بسوريا. النظام في سوريا هو ضمانة لكل العرب، بقاش في نظام عربي بالمنطقة. شوفي لي وين متأمر بشار الأسد على أي دولة عربية؟
اي دوله عربيه تامر عليها بشار الاسد. بس بتخاف انه تنتصر حماس بغزه وتبعاتها على الاخوين في العالم؟ انا اتمنى اتمنى وبشرف يقول ان شاء الله بتنتصر حماس، ولكن لا تنتصر على تهديم مصر. مصر هي ام العروبه، اتركوه خليه يعمل شيء هذا الزلمه اللي اسمه السيسي بسيناء. حضرتك مقتنع انه حماس تريد ان تهدم النظام في مصر؟ يا ستي حماس قرارها مش بايدها. بايد مين؟ بايد قطر، بايد تركيا، اردوغان. مش بايد ايران؟ لا لا مش كثير، هناك اسلام سياسي انا ما بايده. ما في ايد اسلام سياسي. شو يعني اسلام سياسي؟ اسلام سياسي يعني دوله اسلاميه ما في اعيش فيها، انا كيف بدي اعيش فيها؟ مين الدوله انا مع الدوله الإسلامية؟ المدنيه، مين بدي كله سوا. ايران؟ تركيا شو عم تعمل هلا؟ ايران شو؟ تركيا ايران دوله اسلاميه والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. يعني انت ضده؟ لا ماني ضده. ما عم تقول ما في قد ما في عيش فيها. قلت لك انا لا اؤيد، ما في، لا اكيد ما في. مش مطلوب تعيش فيها، ما انت عايش بلبنان بس. بتأيدها ضد اسرائيل؟ اكيد بأيدها، بأيدها بدعم المدعمه للمقاومه بلبنان اكيد بأيدها، بس انا بدي اروح اعيش تحت حكم اسلامي؟ ما بقدر اعيش انا. ما في يعني اول شيء انا عندنا كمسيحي لا بصوم ولا شيء، تكون معك خبر يعني انه انا حتى افطارات ما بلبي، واعياد ميلاد وميلاد عندنا بالميعيد الميلاد وهذا وريسيتال وكذا ما بروح يعني. انا ما مدني على الاخر تمام، ما بدي واسطه بيني وبين الله، لا خوري ولا شيخ يعني الحمد لله. وبالتالي انا مش مع الاسلام السياسي، يعني شو عيبه يعني اذا واحد مسيحي اذا واحد مسيحي ماروني قال لك مش مع الاسلام السياسي بتلوميه من بعد اللي عم بيصير بالمنطقه؟ طب انا فرجيني الاسلام السياسي شو عمل بالعراق. طب اليوم عم يحكى انه اذا ما كانت حماس حتكون داعش. مين؟ انه الغاء حماس بما تمثل من اعتداء الاسلام البعض يقول تقارير البنتاغون سوف تؤدي الى ان تحكم داعش. طيب ايضا هذا التقرير طلع عن البنتاغون محتله، تقرير طلع عن دراسات بالبنتاغون الامريكي وزاره الدفاع الامريكيه، كله تمثيل بس بدهم شيء يوقفون دغري. الامريكان فيهم بلحظه يوقفوا داعش، داعش تتمدد تحت اعين الطائرات الامريكيه في العراق وفي سوريا. هذا داعش بدعه امريكيه اسرائيليه، واللي عم يعملوه الصهاينه بالشعب الفلسطيني بغزه وبالضفه عم تعملوا داعش صهيونيا، عم تعملوا بالمسيحيين بالموصل نفس الشيء وبولاد الموصل وبل بالاحرى وبل اكبر. الجريمه في العراق اكبر بكثير لانه قلعهم من جذورهم مع تقتيلهم. حماس بقي وبعده عبد الفتاح السيسي حريص انه ما تسقط غزه بس يكونوا تحت جناحه. وهذا هيدي المؤامره هيك بتنص، انا عم بشرح المؤامره وانا لا اقدم ولا اؤخر. رح تابع معك، ننتقل في المحور الثاني إلى المسيحيين في الموصل وداعش، وأيضا مشاهدينا رح يكون في مداخلة لرئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة الإسكان لكي يطمئن عملا يطمئن اللبنانيين فيما يتعلق بقروض الإسكان بعد الفاصل. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، قبل ما تابع معك استاذ جوزيف ننتقل مباشره الى رئيس مجلس اداره ومدير عام المؤسسه العامه للاسكان استاذ روني لحوت. صباح الخير. اهلا، صباح النور. صباح الخير استاذ روني. بدايه بالامس والايام الماضيه انشغل الراي العام اللبناني بخبر انه سوف يتم مقاطعه التعاطي مع المؤسسه العامه للاسكان من قبل المصارف اللبنانيه كافه. شو صحة الخبر؟ شو عم بيصير فعلا بينكم وبين المصارف؟ أول شيء اسمحي لي أعيدكم وأعيد كل اللبنانيين عامة، ونعيد كمان المسلمين خصوصا، ونتمنى لهم الخير والصحة والأمان والسلام. نعم. بالنسبة لموضوع المؤسسة العامة للإسكان، نحن كمان سمعنا هالخبر، بنحب نطمن اللبنانية إنه المؤسسة العامة للإسكان وضعها سليم ومستمرة بالشكل الطبيعي. المؤسسة اللي عاشت 15 سنة ومرقت بأصعب الصعاب كانت أنجح عمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما رح تتزحزح ببعض الأمور. هالمؤسسة هي من أهم المؤسسات طعنا بالموضوع الاجتماعي، وهي أقرب لكل المواطنين، وهي من المؤسسات المهدية الاقتصاد اللبناني واللي عم تساعد على الاستحصال على منزل لذوي الدخل المتوسط والمحدود. ممكن يكون الهجوم عليها اليوم لأنها هي من الأنجح، يعني بس إذا بعطيكي فكرة، هي أمنت من سنة 99 لغاية اليوم المسكن لأكثر من 62 ألف عائلة لبنانية، وضخت بالسوق العقارية من 99 لليوم أكثر من 6600 مليار ليرة لبنانية. وعلى سبيل المثال هلأ بس بشهر حزيران الماضي 339 قرض بقيمة 65 مليار، وشهر تموز 510 قروض بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية. يعني هي إذا بدك اليوم
عم بتأمن المسكن لحوالي أكثر من 6500 عائلة لبنانية بالسنة من أصل 7000 طلب عم بيتقدم لها. يعني عم بتشكل تقريبا حوالي 50% من القطاع العقاري. نعم استاذ روني بعدك معنا؟ اي نعم نعم استاذ روني. طيب حضرتك عم بتقول انه نحن كتموين وكتأمين مال وسيولة للأسواق اللبنانية في عنا يعني عم تتحدث بشهرين بين حزيران تموز 165 مليار ليرة لبنانية مزبوط؟ لا هي القروض نحن بنعطيها من خلال المؤسسة العامة للإسكان، المصاري بتندفع من خلال المصاري. طيب هذا الموضوع اليوم عم ينحكى انه المؤسسه العامه للاسكان لا تدفع مستحقاتها للمصارف اللبنانيه، الرقم يعني نحو 30 مليار ليره، اللي قدر انه يوقع عقود ب 100 مليار ليره بشهر تموز، ليش تعجز المؤسسه عن الايفاء بمستحقاتها للمصارف؟ هلا يعني هذا الموضوع هو موضوع دقيق بيتعالج مع جمعيه المصارف، بس نحن لحد اليوم ما تبلغنا ولا كتاب رسمي من جمعيه المصارف. وبالنهايه بحب اذكر انه هذه المؤسسه هي عنصر اساسي وركيزه بالاقتصاد المالي والاستقرار النقدي بلبنان. ومنحذر المساس فيها لانه هالشيء رح يؤدي لانعكاسات كبيره بالسوق العقاري. كيف يعني؟ من هون يعني لانه هيدي بالنهايه هي المؤسسه المقترضين اللي عم بياخذ منها، يعني المواطن المقترض اللي عم بياخذ منها هو عم بيحصل مقابلها كمان، غير انه فايدتها اوطى من غير فوائد بالقروض، هيدي عم بتامن كمان اعفاءات من رسوم التسجيل العقاريه ومن التامين ومن فك التامين. وبما انها عم بتقدم مثل ما سبق وقلت اكثر من 50% من القطاع العقاري وعم بتامن المسكن لحوالي 6500 عائله بالسنه، ولحد اليوم صارت مأمنة 62,000 ل 62,000 عائلة المسكن من أصل 75,000 طلب تقدم لها، معناتها هي مؤسسة ناجحة وما مفروض يعني كرمال يمكن شوية ديون مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، بس هذا منه موضوع دقيق 100% إنه نروح باتجاه نكسر هالمؤسسة. تعتبر اليوم في هدف لكسر مؤسسة العامة للإسكان استاذ روني؟ يعني هذا اللي عم نسمعه بهاليومين ثلاثة، بس وسمعناه من بعض المواطنين انه يتصلوا ليطمنوا، نحن بنحب نطمنهم، لحد اليوم ما تبلغنا ولا كتاب رسمي من جمعية المصارف ولا من أي مصرف، وهذا بروتوكول تعاون عمره 17 سنة، ما بعتقد انه ممكن ينمس بولا طريقة. يعني حضرتك عم بتقول انه دكتور يعني فرانسوا باسيل استاذ روني قال انه جمعية المصارف طلعت تعميم بعدم التعامل او بوقف التعامل مع المؤسسة العامة للإسكان. نحن ما تبلغنا ولا اي شيء رسمي، نهار السبت انا كنت بالمؤسسة قبل الفرصة وما تبلغنا ولا كتاب رسمي لا من جمعية المصارف ولا من اي مصرف ثاني، يعني وهذا الحديث ما وصلنا ما تبلغني، وإذا في حدا من المواطنين عنده أي شكوى أو أي مشكلة مع أي مصرف يتصل فينا على أرقام المؤسسة. نعم. لحتى نعالج هذا الموضوع ابتداء من الغد، بس أنا بشك إنه يكون الموضوع دقيق، يعني ما بدنا ما بعتقد إنه في أي مس بالمؤسسة. يعني حضرتك عم بتقول من بكرة نازل على المؤسسة، رجع على المؤسسة بعد العطلة، وراح القروض تمشي بمسارها الطبيعي، لا في قروض توقفت يعني ولا في قروض لن يتم توقيعها. يعني نحن من ميلتنا بعدنا عم نوقع، وسبق قلت لك انه الشهر الماضي يعني هلا شهر تموز لحد اليوم ماضي فوق 510 قروض بقيمه اكثر من 100 مليار ليره، واذا في اي مشكله مع اي مصرف هون بنتمنى على المواطنين المقترضين ما يحولوا قرضهم لولا اي برودكت ثاني غير البرودكت اللي عم تقدمه المؤسسه العامه للاسكان، لانه فايدتها أوطى وعم نأمن لهم إعفاءات من رسوم التسجيل العقارية ومن التأمين وفك التأمين. أيضا دكتور باسيل قال استاذ روني إنه ما في مشكل، يعني بدل إذا لوقت يعني تم العمل بوقف التعامل مع المؤسسة العامة للإسكان المصارف بتصير تعطي القروض مباشرة دون المؤسسة العامة للإسكان. بس هون بنكون عم ندق نحن بزاوية الدخل المتوسط والمحدود، لأنه مين بدفع عنهم التسجيل؟ مين بده يدفع عنهم التأمين وفك التأمين؟ ومين بده يدفع عنهم الفوائد اللي هي رح تكون أعلى مع المصارف؟ خلينا نتأكد من كل هالموضوع
لانه اليوم انا ما عندي ولا معطى اكثر من انه وضع المؤسسه سليم. بعدنا عم نمضي، السبت الماضي مضيت فوق ال 60 طلب. ووضع المؤسسه فيها سيوله، يعني حضرتك عم بتاكد انه المؤسسه وضعها المادي منيح ومش انه الديون ممكن تكسر لها ظهرها وما تقدر تامنها. لا، نحن اليوم صرنا بمرحلة ثانية، يعني العالم بدها تيجي تسكر، صار عمرها 15 سنة المؤسسة، يعني العالم بدها تبلش تسكر للمؤسسة. الفوائد اللي دفعتها عنا المؤسسة بالمرحلة الثانية، يعني بالعكس نحن رايحين للأعلى، التحسن مش للأسوأ. أستاذ روني لحود، رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان، شكرا جزيلا لك أستاذ روني، أهلا وسهلا فيك. هذا الخبر أستاذ جوزيف أكيد حضرتك طلعت عليه. نعم، في تطمين يبدو من أكيد أوضح بس ليش طلع هذا الهلع من عند المصارف بداية؟ انه وقفنا التعامل ويبدو انه في انه مش وضع عاطل للمؤسسة العامة. لا، المصارف وضع منيح وهني وضع منيح، ما انا ماني شايف الموضوع انه ما في خطورة ابدا، ما في شيء ابدا. ننتقل الى محور داعش والموصل. قديش اليوم الخطر على المسيحيين بتعتبر انه فعلا هو خطر ليس فقط وجودي، الهدف الغاء هذا او اخلاء هذا الشرك من المسيحيين، فليكن الغرب للمسلمين والشرق، الشرق للمسلمين والغرب للمسيحيين. هلا بظل الصراع السني الشيعي المسيحيين بدهم يخسروا، لانه اذا ما بدهم يكونوا مع فريق معين. المسيحيين يعني عندك القيادات يعني بكل المنطقة، إن كان بالعراق أو بحيالله مكان، بسوريا بلبنان وما كان، يعني القيادات الإسلامية لم تهتم بالمسيحيين، ما أعطيتهم الضمان يعني والأمان المطلوب منهم. وحتى اللي أصحاب الثورات يعني هاو جماعة التوخزينية بكلمة، هاو جماعة النكاح العربي والنكاح والربيع العربي سياحة النكاح، يعني تعتير، يعني أمي بتفكرش إلا بين جرايا، يعني بقى ما لهم دور المسيحيين بهكذا ظرف. بدون يعني بدون يتهجروا، لأنه المسيحي للأسف يعني هلا إجا رئيس فؤاد معصوم رئيس بالعراق، وأيضا انتخب كمان أيضا رئيس سليم جبوري من أكبر عشائر السنة رئيس مجلس النواب، وحتى رئيس نور الملكي، يعني ماذا قدموا للمسيحيين؟ ماشي للأكراد، الأكراد بنيهم يجوا لعندهم، لأنه المسيحي حمله خفيف بيكون، يعني أكثر شيء بدق الجرس شي ربع ساعة نهار الأحد، وإذا مثله حدا بفوتوا بجنزوه بفلوا، يعني ما بده يقول. بس إنما المخطط، قلت لك أنا مخطط صهيوني أمريكي، يعني وبتلاحظي إنه يعني قمة المسخرة عندما فرنسا ما تحميهم تدعيهم إنه تعالوا أنا بجيبكم لعندي، ما تروحوا على كردستان، يعني وهن بعدهم ببلادهم، يعني قمة المسخرة. وقت داعش بتجي بتقول أنا بدي أفجر كنيسة وبتجمع العالم يتفرجوا عليها وبتفجرها، يعني ما في اهتمام بالمسيحيين. يعني في بسوريا شوي محميين لأنه وقفوا وأخذوا مع النظام، إنما يعني بالعراق يعني ما بعرف عشو متكلين 1,200,000 مسيحي كانوا، لا حملوا سلاح ولا عملوا شيء، ما بعرف يعني في غباء. انت بتمع انه يحملوا سلاح؟ اكيد. شو بيقتلوا بلا كان بيقتل بورقه الكلينكس؟ مع حضرتك انه يقاتلوا او على انه يتهجروا ويهجروا من ارضهم؟ يدافع عن حاله ويموت بارضه، شو قاعد يعمل؟ هيك شغلته، كل ما حدا هدده بيعمل حاله بفل، يحمي حاله. هلا يعني مين عم مين متكل؟ اذا روح على احزاب، رؤساء الاحزاب بلبنان بده يسلحهم للمسيحيين؟ يسلحوا يعملوا مثل سوريا، يتسلحوا ويروحوا سوريا في الدفاع الوطني الى جانب الجيش. المسيحيين بسوريا مسلحين؟ اي نعم، عاملين سلاح. وليش لا؟ ليش مين في مسيحيه بالمعارضه؟ دليني على عسكري واحد مسيحي ضد الرئيس الاسد، هو حامل سلاح. ليش هن بيعملوا شيء لواء او شيء كتيبي او شو بسموها باسم حدا؟ في ميشيل كيلو عم يزق مصاري من محل لمحل، وفي جورج صبره. ما في حدا. مسيحيين بسوريا مع النظام، مع الرئيس الاسد. لانه بين واحد عم ياكل قلوب وبين واحد عنده قلب بيكونوا مع اللي عنده قلب وعنده دماغ بقى. فلذلك يعني المسيحيين ما انتبه عليهم. يعني حضرتك بتلوم مسيحيي العراق انه بلومهم اول شيء، ما حملوا سلاح، كل ما حدا دق لهم على بيتهم بيحملوا اغراضهم بفلوا. وثاني شيء يعني انا ما عم لومهم بهالظرف التعبانين فيه، انه ولو انه انتم شو يعني هالقد يعني صرتوا ضعاف. بعدين القيادات المسيحيه في لبنان وفي سوريا رجال الأعمال وفي العراق
كلهم سوا معهم أموالهم خارج دغري بضب أغراضه بفل. يعني ما شفنا شي قائد مسيحي استفصل قدام جماعته. الكنيسة بتضل تبكي وتنق ليل نهار بلبنان وبرات لبنان. البابا الفاتيكان مع شو عنده نواب وشو عنده دبابات ما عنده شيء، ما حدا بيسأل عنه، يحكي قد ما بده، بصلي لكم وما بصلي لكم. خي شو بتعملنا بالصلاة؟ شو انه ما بعمر الصلاة يعني ربحت واحد بالحرب يعني. عم نحكي المعنى ولا علينا؟ على هذا بالاخر الايمان المؤمن يصلي يعني، خلي يصلي، خلي يردهم على الموصل. لكان العملية مش هيك، عملية انه في يعني انه مسيحي خلص يلا طلعوا 1,200,000 مسيحي بيطلعوا، انه بيكون في دولة لكردستان، دولة وجيش بيفرض بخمسة دقايق جيش نور المالكي. مش واقع شو عم يعمل كان، ما بعرف شو قصته. ومؤامرة كردية أمريكية بدك بقولوا ده من دعم السعودي إجا، بس إنه فرطت العراق ولا عم يرجعوا ركبوه عن جديد بس بدون مسيحيين. يعني نحن أمام صراع سنة شيء كبير. لبنان كيف يتعاطى مع مسيحيي العراق النازحين؟ ويعني من طلعت عنده نفحة العنصرية، البعض قال بطريقة التعاطي مع النازحين السوريين، اليوم لقى حاله بمكان في نازحين عراقيين ماشي مسيحيين، ليل كتير كيف بيتعاطى معهم؟ ليل بيستقبلون ما بيستقبلون؟ ليل كتير ليه؟ عم تحكي مليون ولا أكتر؟ عم تحكي في فكرة نازحين عراقيين، عم تحكي 1,200,000 من لاجئين الإخوة السوريين، عم تحكي بعشرين وعشرة آلاف واحد وثلاثة آلاف وأربعة آلاف مسيحي. بس هذا تهجير دائم حيكون اكيد دائما يعني السوريين البعض يقول ولا رجعه وارده، بس اليوم العراقيين سيكون الاقامه الدائمه مش بلبنان. ما دغري السفارات تبرم عليهم الاجنبيه. هلا مثل هولندا، ما هولندا ظلمت اسرائيل، هولندا بالاشتراكيه الدوليه فرانسوا هولندا هو فابيوس تبعه هولندي جماعه عم بيشتغلوا خدمه للصهيونيه، هو المشروع الصهيوني الكبير هاي الاشتراكيه الدوليه لم تكن يوما لصالح فرنسا، لم تكن لصالح الشعب الفرنسي، كانت على طول لصالحهم هن ولصالح اسرائيل. وشفنا اول شو صار بغزه كيف كانوا. حضرتك مع انه الكنيسه اللبنانيه تتصرف في موضوع النازحين العراقيين، يعني البعض بيقول اليوم ليه ما بيتامن؟ انا بدي اقول لك العراقيين في اماكن في اوقاف في يعني في اراضي ممكن تامنها، في بيوت سكن ممكن تامنها لكي توقف يعني التعامل اللا انساني. هدول مش بس نازحين مهجرين، منهم من قتل الا اهله قدامه، عم نسمع الروايات اللي عم بتكون منهم يعني معظمهم اذا مش كلهم طلعوا بلا ارزاقهم وبلا املاكهم، وحتى اخر فلوسهم اخذوهم منهم. هلا فضيت الموصل من المسيحيين، بكره بتفضى من غير ناس، معروف المؤامره. يعني شو بنقول دخلوا على دير شحطوا الرهبان، طب وين الشعب؟ وين 4-5,000 واحد؟ طب ما حدا منكم بده يقتل؟ فهمنا داعش بياخذوا وانه جبهه النصره مضينا كبتاجون وما بعرف شو، فهمنا عم يقتلوا باللاوعي. طب عال ما انتم كمان انتم شو عم تعملوا؟ ما واحد وين الجيش العراقي؟ وين جيش نور المالكي؟ ما حكي كلمه لا فؤاد معصوم. حضرتك عم تقول انه خليني كفي بس خليني كفي مع امرك. يعني فؤاد معصوم انتخب رئيس طلع ما حكي كلمه عن المسيحيه. سليم جبوري نفس الشيء، الرئيس نور المالكي بيجتمع مع العشائر غيرة العشائر السنة وبيقول لهم بدي ادعمكم بالتدريب وبالسلاح، طب المسيحية مين بيدعمهم؟ وين الغرب؟ أين الغرب؟ الغرب في خدمة إسرائيل. يعني شفنا مع أول حرب غزة شو عمل أولاند وشو تلفن لنتنياهو وشو حكي هو إياه. في وجه قبيح ضد المسيحيين، ما يعني ما عم يتحملون. هلا المشكلة عندنا هون بلبنان كمان بكرة أنا إدمين هون عم مشكل بلبنان. طيب المشكلة هون بلبنان هذا عم بسأله، أولا ببداية التعاطي كيف لازم يتعاطوا مع النازحين العراقيين؟ مين اليوم لازم يكون هو مسؤول عن هؤلاء؟ اليوم هدول الأشخاص هجروا لأنهم مسيحيون، يعني تهمتهم أنه المسيحيين. ما في لقاءين مسيحيين وفي لقاء ببكركي في تجارة بالمسيحيين، يعني بالنتيجة في تجارة. هلا بكره بيجيهم مساعدات بيسرقون. يعني انا اللي عم اقوله انه على طول يعني بشكل دائم لبنان بيستقبل بودع دغري السفارات بتاخذهم، بس المشكله وين؟ انه ما في مركزيه من الدوله للاهتمام بالمسيحيين. يعني دوله بلبنان مش سئلانه. كيف يعني مش سئلانه؟ مش سئلانه، مين بيجي ومين بيروح؟ اهلا وسهلا فوت. يعني ما مش سئلانه. يعني هلا بكره بيجي بيقعد هون فترة صغيرة بيجوا بيعطوه هجرة على السويد على فرنسا على كذا، بكونوا فرنساوي عم بقول لهم طاولة عندي بدل ما يحميهم ببلادهم، لأنه الفرنساوي بحاجة يمكن لمسيحيين. طيب اليوم هذا المسيحي يفكر أيضا إنه مين قال إنه هو يريد، يعني حضرتك عم تقول يحمل سلاح ويقاتله، طيب بيقدر يقاتل يوم ويومين، بس مين قال إنه يريد أن يبقى في شرق غير لا دورة له فيه، لا وجود له فيه، لا كنائس له فيه، طيب شو بده يبقى يعمل؟
اساسا يعني كمان الغلط عم بحكي انا المسيحي عم بحكي انا يعني رجال الدين كل ما تحكي معهم ثلاث ارباعهم بفرف بايديه عرفت كيف وبكون عم يجمع مصاري ويعمل لنا قصص ورويات وهذا بيغني وهذا بيرقص وهذا بيعمل لي موسيقى وبالنتيجه يعني نيال عنده طينه سوداء بالبيت ما بيعتازوا حدا وبالتالي يعني ما بيخلوا لا يعني ما بيخلوا المسيحي ياخذ مجده ويقدر يتصرف ويحكي على طول ضاغطينه بدكم تتسلحوا انا والله يا ريت اذا بالنسبه لي انا يعني انا بقول القيادات المسيحيه بلبنان ما بدها تتصلح ليه ما بدهم يتصلحوا؟ بدهم يعملوا رؤساء جمهوريات بس كلهم؟ كلهم عماد ميشيل عون كمان؟ كلهم ما حدا بده يصلح جامعته كلهم دون استثناء انا عم بحكيك ليش اذا تصلح المسيحي هل هو معلوم بيتصلح بيكون الى جانب الجيش بيتصلح بيكون الى جانب الجيش وبتشوفي انه المسيحيين بيصير وضعهم بألف خير وبيصير قوة فاعلة مش بيتصلح وبيعمل ميليشيا مثل أيام الحرب بيتصلح بيروح عند الجيش بيصلحوا الجيش وبيقعدوا بمشي ما الجيش اليوم المنفيه من جنود في خطر الانشقاق من بعضهم اليوم في خبرية فرار الجندي عاطف هيدي الدين هذا ما بيحكوا فيه واحد يعني نص مسروع ومتزمت ومتعصب واصلا مطلوب يعني هرب وفل ما بنتوقف عنده بس نحن بنتوقف ما في خطة طرع الجيش اللبناني نحن الجيش هو حريص اكثر شيء واثبت الجيش انه حريص على كل شيء وهلا بهي الحكومه بفل واحد بفل خمسه ما بيأثروا ما حدا رح يفل بس انا اللي عم بقصده انه القيادات المسيحيه في لبنان كلها سوا الروحيه والزمنيه والسياسيه مسؤوله عن تقصير الحاصل بالنسبه لرئيس الجمهوريه وبالنسبه لعدم انتخاب رئيس وبالنسبه لوضع المسيحيين بالبلد وتراجعهم بالبلد اول شيء نحن كنا ببيروت هون المسيحيين كنا نص بيروت هجرونا من منطقه المزرعه وكل شيء واصبحت المنطقه الثانيه يعني اشرفيه والى ما هنالك صار في شرقيه وغربيه بعد منا تهجير الجبل بعد منا تهجير شرقي صيدا بعد منا هيك اصبحنا كل المطرح بيتهجروا منه وما بيرجعوا له يعني في عمليه عدم يعني في عدميه عمليه عدم التصاق بالارض ما في محبه بقى المسيحي ما عنده رابط يربطه بالارض لانه عم بيشوف انه وين في يجي حدا غيره يفقعه لبطه يقعد محله عم يقعد بقى العمليه ما في تعايش يعني هيدي انه محمد وانطون متفقين عم بوصوا بعضهم انسيها شو بدي فيها خي ما بدي احكي فيها بس انا بقول لك على مستوى صداقاته شو اسمه بالف خير بس عندما تجي تحكي كلمه الحق بيزعلوا منك انا اللي عم اقوله وبضل بقوله انه نحن هذه الثورات العربيه هي ثورات اسلام سياسي انقلبت كلها ولو كان محمد ابو عزيزي شو اسمه اللي قتل لو عرف حاله بده يصير هيك بتونس ما حرق حاله تيجي هذا ما بعرفش من هو ابو بكر البغدادي والرئيس هذا التونسي الحالي سمعان بالضيعه ما عادش خبر بشيء وبالتالي يعني شو هل وين ليبيا وين كذا يعني هودي مطلوب تقسيم الهاء منطقه بلاد الشام يعني العراق هاي المنطقة كلها ضربة وتهجير المسيحيين بالكامل ولا مسلم سألان عنهم مثل ما هي الرئاسة اليوم رئيس الجمهورية ما حدا سألان عنها من المسلمين رح نحكي عن الرئاسة بس حضرتك عم تقول مطلوب تهجير المسيحيين نعم. في لبنان هل الحل يكون بتسليح المسيحيين؟ بتسليح المسيحيين ودخولهم إلى الدولة حيش كل واحد حاطط لي حده 200-300 واحد بيروحوا بزقفوا له بالمطاعم بالعشوات وديهم على الدولة خلي يفوتوا على الجيش يفوتوا على مؤسسات الدولة ما بيصير شغل غلط يعني ما حدا بفوت على الجيش في ناس ليه ما بفوتوا على الجيش؟ ما بفوتوا. أنا ما عندهم ثقة بالدولة مين 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 عمل عدم مين الثقة بالدولة؟ مين أضعف الثقة بالدولة؟ هن القيادات المسيحية قيادات المسيحية وكيف لك شو أنا أضعف الثقة بالدولة؟ شو أنا عشنا 20 سنة البطرك سفير عم بنق ما عمل شيء بس يجوا عنده أشفية أعملكم طلع البطرك الراعي في عمل مبين طيب البطرك الراعي اليوم يدعو داعش للحوار لا هذا اخطا فيها ما على شيء عنده اخطاء سيدنا البطرك ولكن هذه اخطا فيها ليش اخطا فيها طبعا بيقول نحن شو بقلنا بعد بيننا وبينكم غير انسانيتنا كيف شو بده يعمل البطرك لا في حور داعش ولا في يهاجم داعش ولا سلمت. في شو بيعمل سلمت معك مسيحيين عم تتهجر سلمت معك رح يبعثوا له وفد عم كركي يفاوضهم لا بس هو يسترجعوا يبعثوا له فكروا بالانسان يعني لابد من انه احد يعطي تصويب يمكن بالنسبه له اول شيء لو بتشوف التصاريح تبع رجال الدين المسيحيين غير البطرك الراعي تختلف تماما نحن عشنا المسيحيه عاشوا بعصر محل اسمه عصر البطرك صفير وعصر ميشيل سليمان وكل هيدي عصور كلها بيجوا يعني ما عرفوا يشتغلوا سياسي
ثم كان جعجع بالحبس وعون منفي وامين جميل ممنوع يجي على لبنان، ما كان في يعني ما هيك، هذه عملت يعني قشط البلد كله سوا. هذه المؤامره الكبرى اللي صارت على لبنان. اما اليوم تقليل الوضع المسيحي اكيد اذا لم ينتخب رئيس، بس عفوا كتائب القسام تعلن تفجير مبنى بقوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. أفهم هذا ضرب، هي عملية بطولية يهنئون عليها حماس، ما فيها توقف الحرب. بس خليني كل تقدم وانتصار للمقاومة عم بيكون أكيد لكل نعم. العالم تفضل. نحن معهم أكيد مش ضدهم يعني، ولو ألا شيء هيدي أنا اللي عم أقوله، أنه وين في اليوم واحد بيقدر يهجر المسيحيين ما عم بيوقف يعني، والمسيحيين يجب أن يحملوا سلاح يعني يفكروا بحالهم حاجة يعني معلش. اليوم القيادات المسيحية المارونية بلبنان وغير المارونية كلهم سوا متقاتلين ببعضهم، المسلم بلبنان يعني أنا بدي أحط حالي محله، أنه أنتوا يا مسيحية ما بدكم رئيس عمره ما يكون بدكم، هيك بيقول آخر شيء يعني، هو مش مضطر إن المسيحيين ما بدهم، المسيحيين اليوم لاقيين حالهم أنه مش بس مقسومين لوحدهم ما بيقدروا يقرروا، وبتحالف أي من الكتل يعني إن كان التحالف مع المستقبل أو التحالف مع حزب الله وأمل ما حدا بيقدر يرجح. في النائب وليد جنبلاط يقول أنا المرشح عندي هو النائب أنري حلو، بيمثل مسيحية للنائب أنري حلو بتعتبره، وهل حضرتك اليوم مع موقف أنه يكون الرئيس التوافقي وألا يكون الرئيس المسيحي القوي؟ شو قوي؟ أنري حلو قوي؟ لا بس النائب وليد جنبلاط عم بيقول نحن ما عم نفتش على قوي. امبارح وليد جنبلاط سنة 98 بمجلس وزراء وقت حكي فؤاد السعد وبيو لهوري حلو قالوا لسه عم يحكوا السرميتين بعدها موجوده مجلس وزراء بالمحضر. هلا انت بتعملي لي قوي هوري حلو معلش، نحن بنعرف يعني معلش لا خلينا شو بدنا. ولي جملات هو ما بقول قوي، اللي هو عم بقول توافقي مش هو انه اليوم مش هو كيف هو بيقرر هو ولي جملات عم بيعجل بانتخاب رئيس، لانه اذا ركب التسويه لن يكون مش لولي جملات، لن يكون لا للدروز ولا للمسيحيه دور بالتسويه. بس انه اليوم نائب ولي جملات خليني كفي لك تفضل مع امرك بس اذا ليش اذا ركب التسويه، لانه التسويه سنيه شيعيه ما حدا سالين عن المسيحيه بلبنان ولا رح يسالوا عن ولي جملات. ولي جملات هلا قوته جيب رئيس يقول له انا جبتك بهالقوه هاي، وبده اول شيء منه قانون انتخاب انه ما يتغير. انما هلا العامين عمل تمديد لمجلس النواب ما بعرف انا قلتها من شهرين يعني وبعدني مصر عليها، من خلاف بين سنتين وسبعة أشهر وبين سنة رح نحكي عن تمديد مجلس النواب. ولي جملات يبحث اليوم عن دور لا أمريكيا مرضى عنه ولا روسيا مرضى عنه ولا أوروبيا ولا سعوديا، عم يبحث عن دور لا. وبالتالي ولي جملات يريد أن يذهب إلى دمشق، كل هذه التصريح كلها سوا يريد أن يذهب إلى دمشق، ودمشق لا تريد أن يأتي إليها ولي جملات. هذا بالعربي الفصيح. بس اليوم نائب وليد جنبلاط يعني على مثل يعني يسير على المثل القائل انه مش حيروح على دمشق والناس راجعه يعني. لا بالعكس الناس مش راجعه، بيعرف بده يخجل، بيعرف وليد باك بيعرف وليد باك انه الناس مش راجعه وانه النظام والمناطق كل المحيطه بلبنان هي مع النظام، وبيعرف تماما والرئيس يعني رئيس حزب التقدم الاشتراكي او زعيم وليد جنبلاط بيعرف تماما انه رئيس بشار الاسد باقي، وهو ايضا يسعى الى الذهاب الى سوريا، وانا مسؤول عن كلامي. وليد باك وين المناطق الحدوديه مع النظام؟ عم ينحكى صار داعش على جود عرسان، ما شيء محصورين ب 1000 2000 مقاتل، هودي بين حزب الله يعني الله يعطيهم العافيه ويرحم الشباب واولاد البقاع واولاد اللي عم بيقاتلوا فوق، وبين الجيش السوري هودي بيخلص وضعهم لانه هو بيعتبروا حالهم انه هن ميتين خلص يعني، ما في بلدات يختبئوا فيها، ما في عندهم امل انه يقدروا يتقدموا او شيء، ما عندهم اهداف بقى، محاصرين من الزبداني لهي المنطقه عم بيقتلوا حتى الاستبسال، بس هو نهايتهم يعني هو مثل الوحش والضبع يعني، ما حدا بيامن يعني يعيش مع ضبع، الضبع بدك تقتليه. بس ما في خطر انه داعش تكون بلشت طريقه باتجاه هذه المناطق الحدوديه من القلمون وجرود القلمون؟ لا ما في مجال، كيف بدها تمرق؟ اذا بتعرفي جغرافيه دمشق وريف دمشق ما في مجال لها. حكى حال اخي داعش خلت تعلى تخلص يعني مع زهران علوش وجبهة الإسلامية بالغوطة، وبعدين تبقى تتفكر تجي لأنه طب بس بالرقة قدرت أنها رقة بعيد الوضع إلى أنا رقة 17 يعني، وقدرت أنها تتمركز وتاخذ محافظة. لا ما هي الرقة قد لبنان مرتين بس ثلاث أرباعها صحراء يعني. طيب. الجيش السوري بده يحط 100,000 جندي ليقدر يحمي الرقة. هلا في أولويات
بحلب وحمص، عفوا بحمص وبحلب، في اولويات على المدن الرئيسيه وفي تحصين الشام يستمر بالتحصين والتوسيع. انا اللي عم اقوله كنا عم نحكي عن الاستاذ وليد جنبلاط، انا بالنسبه لي وليد جنبلاط هو يسعى اليوم لان ياتي برئيس، من هيك عم بيزور السيد حسن رئيس مثل يعني انا شو اسمه، بس لكن المعركه محصوره بالنهايه بين العماد جان قهوجي والحاكم رياض سلامه. رح نتابع بعد الفاصل الاعلاني، ندخل الى الانتخابات الرئاسيه وتاجيل او تمديد لمجلس النواب. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع الكاتب والمحلل السياسي استاذ جوزيف ابو فاضل. استاذ جوزيف، كنت عم تقول انه الانتخابات الرئاسيه محسومه اما لحاكم مصرف لبنان واما للعماد جان قهوجي، لكن لا يبدو بالافق انه هذه الانتخابات راح تكون بظل تمسك كل الاطراف بانهم ما زالوا مرشحين للانتخابات، من العماد ميشيل عون الى الدكتور سمير جعجع حتى رئيس امين جميل، حتى بدرجه ابعد النائب سليمان فرنجيه وصولا الى نائب انري حلو. كيف بدو يتخطوا كل هذه الاسماء ويروحوا على اسم يعني في عليه خلاف دستوري اقله؟ يعني احنا لو العماد ميشيل عون بيقدر يامن 86 نائب ويعمل رئيس، يعني انا اول واحد بيعرف انه انا معه. بس هي العمليه يعني، وانا ضد وصول جعجع والرئيس امين جميل، يعني انا ضد وصولهم. ليه؟ لانه وصوله يعني اول شيء الرئيس امين جميل مين جرب مجرب كان عقله مخرب، يعني يعني شفناه كيف تعامل مع شمير ومع رئيس الاسد يومها، يعني كانه عم يتعامل بشيء اقليم المتن، يعني ما عارف اشتغل. وبالتالي انا مش عم يعني عم بنتقده لجرح فيه، لا بس سياسي بده يكون واحد اصدق من هيك. بعدين يعني وصول دكتور جعجع ربما يعمل مشكل بالبلد، انما وصول العماد عون ما بيعمل مشكل. ليش وصول دكتور جعجع بده يعمل مشكل؟ في خلص في مشاكل هو بيعرفها، ممكن كثير تعمل مشكل تعمل خضه بالبلد، بس انه جنرال عون اذا وصل بده يوصل نتيجه تسويه، اذا وصل اذا فلتت شوط. بس انا ماني شايف انه الصف الاول له حظ. هلا بيقولوا لك رئيس قوي وكذا، اكيد ميشيل عون رئيس قوي، اكيد جعجع سمير جعجع رئيس قوي، اكيد الوزير سليمان فرنجي رئيس قوي. بس ما في الصف الاول ما له حظ، يعني ليه ما له حظ؟ نفس الظروف، نفس الظروف بتكون لفرنجيه بتكون بتكون لعون بتكون لفرنجيه، ونفس الظروف بتكون لامين جميل بتكون لجعجع، يعني اذا الظروف مسكره. هلا اليوم بهالمرحلة بده يصير في تسوية، هلا شو بيقرروا من برا بيمشي، يعني أنا وقت الرئيس سعد الحريري بيقول إحنا عم نتفاوض مع التيار الوطني الحر وسنبقى منفتحين على الجميع، شو بيطلعوا كل الحوالي بيقولوا إنه ما بدنا الجنرال عون ويعني وهذا ولا ننتخب ميشيل عون، بيحكوا عال. طب هذا واحد، اثنين طب بدي تصريح للرئيس سعد الحريري انه عم يتفاوض مع العماد ميشيل عون على الرئاسه، يعمل تصريح. طب ما بيعمل، ما في يعني مش محمسين، يعني ما حدا عم يسعى من الفريق الاخر انه ينتخب العماد ميشيل عون ويامن له 86 نائب. طيب يعني لا وليد جنبلاط يعني هو ضد العماد عون ولا رئيس سعد الحريري ولا القوات ولا الكتائب، ماني شايفهم محمسين يعني. يعني واحد بيعرف من عمليه يعني عم تقول انه الواقعيه تقود الى ان يتنحى الاقطاب الاربعه، مش اقطاب، الجنرال عون رح يكون له دور كثير كبير بحال تنحى او زاح واختيار رئيس. عرفتي كيف؟ وبهالموضوع هذا يعني في عنده شروطه. ليه بده ينقي رئيس؟ البعض يقول انه حيكون قوي ايضا، يعني ان كان الاسماء اللي طرحتها من الحاكم رياض سلامه يعني هو او العماد جان قهوجي، معقول انه ينقوا رئيس يعتبر قوي يعني كتاريخ؟ اول شيء عم بمقابل انه في قدامهم النائب انري حلو اللي البعض يقول انه لا بروحوا ساعتها على التوافق. لا لا، اليوم في مشروع دولي، في مرشح وليد جنبلاط، في مشروع دولي وفي مشروع دولي بيبنيه حدا من الدولة، بس يجي نائب هون يريح له، مع احترامي له يعني الله يرحم بيه كان صاحبنا، بس انه مع احترامي له انه ما في يترشح من كلمة. ليه ما في يترشح؟ ما في، هذا المركز ما في يعني، لا يعني هذه انا بقول النائب وليد جنبلاط عم يعمل مصلحته، يعني انا ما في يعني لومه باي شيء.
في اليوم وضع امني ووضع اقتصادي بيفرض حاكم مصرف لبنان وبيفرض قائد الجيش نقطع السطر. ليش سابقا كانت هذه المعادله؟ كان في جامعه بعيد مطروح القيادات المسيحيه ما بدها اياها، بس بسبعة أيار كان غير شيء. هو العماد ميشيل سليمان، لانه البعض قال كان في وضع امني طلع عهد ميشيل سليمان عهد بطحين امير بشير الثالث ما عمل شيء. طيب ليش اذا بدك تكرر التجربه؟ انا ما خصني بالتجربه، انا عم اقول لك شو الواقع، شو البلد. ايه الواقع انه تكرر التجربه مع قائد للجيش. شو جاب ميشيل سليمان على جان قهوجي؟ شو جاب ميشيل سليمان على جان قهوجي؟ مقاتل بيطلع بالدبابه بروح بيقاتل، وهذا انا حكيه انه جنرال عون من زمان. جان قهوجي منه قائد جيش يعني، بعدين خلينا نحكي ليش الرئيس سليمان شو كان يعني؟ كان قائد جيش، واذا رضي عليه غازي كان عينه جابه. وكان ظلمته شو يعني؟ هو لا هو له حق يقول لغه خشبيه عن حزب الله، ما هو لو ما اللغه الخشبيه والمنطق الخشبي ما كانش وصل ميشيل سليمان، شو كان رئيس لواء بالبقاع وعملوه وانتخبوا وخلص القصه، وهلا لوين اخطاء ولي جملاط؟ بيقول لك هذا العهد المجيد ولازم نحكي ما زال متمسك. دليني على واحد بس، دليني على واحد بس بلبنان، دليني على واحد بلبنان بس يعني بفكر مزبوط وبيقول لك انه ميشيل سليمان عم يشتغل سياسي، شو بيقدم باخر؟ على شو بيموت؟ شو كان بيقدر يعمل؟ بظل رئيس بلا صلاحيات يعمل كل شيء، على القليله بيكون وفي للي انتخبوه. بيكون وفي للي انتخبوه. يعني بيكون وفي؟ بيكون وفي للحزب وبيكون وفي لميشيل عون اللي انتخبه. شو بيعمل اذا تغيرت السياسات؟ اجى بظل ظرف سياسي، هو راهن على اجى باتفاق الدوحه، فجاه سقط اتفاق الدوحه، وهلا كمان رح يصير اتفاق الرئيس سعد الحريري، هلا كمان رح يصير في نفس الاتفاق. هو اجى وغدر فيهم، غدر بميشيل عون وغدر بسامي فرنجي، خليني اكفي لك بس بعض امرك، وغدر بحزب الله ولو معاركه واضحه. بس البعض يقول انه هو ما غدر باحد، انه تغيرت السياسات. حزب الله الذي كان ابلغ النائب محمد فنيش نهار الاثنين انه حزب الله ما في يمشي فيك بالتمديد، راعى الكسليك وجاب الزقيفه تبعه وبلش يسب بحزب الله وما خلى ولا بقى. لا قبل التمديد خطابه الشهير بواحد بعيد الجيش كان. ايه شو قال؟ لما كان بوزاره الدفاع حين طالب حزب الله بالعوده من سوريا. انا ما بدي احكي عنه كثير، بس بدي اقول لك شغله. اليوم يعني وين غلطه وليد جملاط؟ او مش عم يعرف يقرا مزبوط. وليد جملاط بعده بيقول لك هذا العهد المجيد. لك يا وليد بايك، ما هذا عوض مول حساباتك، هذا العهد انتهى وشوف كيف بدك تعمل عهد جديد، بدهم يحلوا ما حيمشوا. والمسيحيين ابلغوا اللي كنت عندهم انه نحن ما بنمشي بجان عبيد، كل المسيحيين وعون وجعجع متعدين مستعدين يتفقوا ما بيمشوا بجان عبيد. ليش طيب؟ ما بدهم، انا ما بساليهم ما بدهم، ما بعرف. وبالتالي يعني انا مع احترامي له الوزير جان عبيد، بس انا بعرف انه ما بيمشوا فيه. بقيت العمليه محصوره هون، وليد جملاط عم يفتش على اي حل يجيب رئيس بهالظرف قبل ما يقعد الايراني والامريكي ويوصلوا لمصطلح نهائي بموضوع لبنان، لانه اخف موضوع ربما يكون موضوع رئاسي بلبنان، ولكن بده يعني يكون ضمن سله متكامله، قانون انتخابي. طيب لماذا خرج مع لقائه مع السيد حسن نصر الله؟ مين؟ نائب وليد جملاط، عم بتقول انه هو متمسك بانه وليد جملاط يبحث عن دور، اي اتفاق ايراني امريكي سعودي ولي جملاط لن يكون له دور، بده لا هو ولا المسيحيين، ما فيش حدا له دور. المنطقه تتجه الى قطبين اساسيين سني وشيعي، العمليه صارت واضحه، بدهاش واحد يحللها. فلذلك لا دروز لهم دور ولا المسيحيه لهم دور. من يختار بكره، من يختارون من المسيحيين ينتخب رئيس. وهلا في كثير امور بدي كنت احكيها بهالمجال، انه اليوم الجيش اللبناني اللي عم بيقدمه اصبح يعني نحن على ابواب جبهه نصر ما كنت عم تحكي. بس اليوم المسيحيين اصبحت رئيس جمهوريه ضماني لهم اكثر من اي شيء اخر. كيف يعني؟ يعني وصول رئيس الى سله الرئاسه اذا كان مدعوم من قيادات المسيحيه من هؤلاء الاثنين بيكون رئيس قوي. اذا كان اذا كان مش مدعوم بيطلع رئيس ضعيف. اذا بده يجي مثل الرئيس ميشيل سليمان يعني نكوز بحزب الله وبعون بيطلع رئيس ضعيف. بده يكون الرئيس حكم فعليا وما يكون يعني قلبه وعقله بالسعوديه. او مثلا شفتي بالقصر الجمهوري شو في حول القصر؟ شو في؟ وحول صارت الواحد قاعد ببيته بيتفرج شو في بالقصر، معمرت العالم كلها، سمح لهم كلهم يعمروا. بعدين وزاره الدفاع، هل يعقل وزاره الدفاع مديريه المخابرات وكلهم قابلهم بيجي حيلا قله تنصت صاروا بيتسموا عليهم، صارت البيوت بيلزق الوزاره. هذه كانت مناطق كلها ممنوع العمار فيها. اجا ميشيل سليمان رفع عنا كل شيء وسمح لهم،
ما في سؤالات كثير. بس كمان ليش تجنيس الناس بدها تضلها مستملكة؟ لا الدولة بتشتريها، الدولة بتشتريها وخلص، بتشتريها الدولة إذا الدولة عايزة. لا لا مش هيك، في أخطاء كثير. في عندك مرسومة تجنيس، كيف تجنس 700 واحد بالكيلو؟ في منهم هذا بقانون خاص، بتعمل قانون بتعمل حالك بتفل على بيتك آخر يوم، كيف يعني أنت شو عملت يعني؟ شو هالإنجاز اللي عملته؟ اليوم مين بيرضى عليه أكثر؟ الأقطاب، العماد جان قهوجي، الأقطاب يعني بالقطبين المختلفين 8 و 14 ولا الحاكم رياض سلامي؟ ما بعرف، إنه حظوظهم عالية ومطروحين. نائب وليد جملات لمين بيميل أكثر؟ للحاكم رياض سلامي؟ ما بعرف، تغدى هو وال ما بعرف إذا تغدى هو الحاكم، ما بعرف، بس بعرف إنه عند القاضي جميل باير عم تغدوا من فترة هو وكان ولي جملات. ما بعرف يعني ما في لك يعني، أنا ماني منجم، أنا عم بحكي اللي عم نشوفه بالمعلومات. إيه بالمعلومات. أنا اللي عم أقوله إنه اليوم الجيش والاقتصاد أصبحوا مطلب، هذا مطلب بالبلد، مش إنه أنا عم بطلبه، في حماية لقلهم وفي يعني أفرضوا حالهم بالأمن والاقتصاد. اليوم دليني على جرود عرسال، هل بعد يعني هلا الضيعه بحرسال بلدي بحاجه مش بس للجيش، بحاجه الى موقف سياسي ليقدر الجيش يتحرك. كل ما بده يروحوا ياخذوا واحد عم بلشوا يخطفوا وياخذوا رهائن وكل شيء. اليوم عم نحكي عن فوق المنطقه، اذا بده ياخذ واحد الجيش بيجمعوا 400 500 واحد عليه. طب كيف هذا القيام؟ يعني ما في، يعني ما في يتحرك اي رئيس إذا ما كان مدعوم من 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 القيادات المسيحية ومن تيار المستقبل. هل حدثت مع أن يكون الرئيس القوي هو البطريرك الماروني؟ لا، البطريرك رئيس جمهورية، بطريرك يعمل رئيس جمهورية، لا بس إنه رئيس بكفي هيك منيح على قد مطرح ما وصل سيدنا. ليش مش مع أن يكون رئيس جمهورية؟ من بعد أقول إنه هو قادر أن يجمع المسيحيين، لأنه غبطة البطريرك بيحكي كتير. شو بيحكي كثير؟ بيحكي كثير، هون بيقول عزا، هون بيقول عزا، هون بيحكي كثير. ايه ما لازم يحكي يعني؟ لا، من يكسر الكلام يخطئ، اكيد. حدا بفوت داعش بيبعث لهم وفد مطارين لعندهم على الموصل، يبعث لهم المطران بولس مطر، عرفتي بولس مطر اسم الله؟ اذا راح على الموصل بيمشي حاله. ايه ليش لا؟ ايه بس ما بده يروحوا يفوضوهم. بيأورموها هونيك، انا اللي عم بقول لك يا ستنا. اليوم أنا الجيش عن كل الكلام اللي أنا مسؤول عنه، لأنه أولا أنا قابل بالشخص هذا. لا الجيش اليوم بطرابلس، بتعرف شو بيقولوا بالبقاع؟ بيقولوا مذكرة توقيف عند ابن علا وابن جعفر وابن كذا بتقتل مبين، بطرابلس ما بتقتل. حسام الصباغ الجيش راح جابه، مرق على الحجز كمشوا مطلوب يعني. وهلا بدك حماية، بدك تأمني حماية للجيش تنبقى بالبلد. في تمديد لمجلس نواب؟ أكيد في تمديد، مختلفين على السنتين وسبعة أشهر. مين اللي رح يدخل بالتمديد؟ كلهم رح يمشوا فيه. عماد عون ما رح يمشي فيه. إيه بعرضه. قوات بيصيروا بالتمديد؟ شفتي أكيد قوات، أكيد القوات بيتمنوا، لأنه ما بيعرفوا شو مثلا زحلي، بعطيكي زحلي، شو مزاج زحلي؟ ما حدا بيعرف. وين بده يكون ولي جملات؟ ما حدا بيعرف. بصيدا في معركة، هل بده يرجعوا يبتزوا بيت الحريري؟ معهم معهم مصاري يدفعوا للناس؟ بالكورة في معركة. ببيروت الاولى والثانيه في معركه، ومش مش مضمونه يعني مش مضمونه بالثانيه مضمونه ل 8 اذار، بس الاولى مش مضمونه ل 14 اذار. في معركه، في شخصيات بدها تترشح على النيابه، هل بيبقى قانون انتخاب مثل ما هو؟ هلا ما في، هلا ما في، في تمديد، بس بحال بده يجي رئيس، بده يجي فرد مثل تبع الدوحه، قالوا بالدوحه ميشيل سليمان رئيس جمهوريه، قانون ال 60 وحكومي، وطلعت الحكومه شفناها شو قالوا عنا. قالوا كلهم سوا، طلعت نتائج انتخابات وهي اوسخ انتخابات بتاريخ الكون، يعني تيجي طياره الشارتر او يوصلوا علنا يعني، تنزل قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات كان يوصلهم دغري على الصندوق ينتخبوا وياخذون على الاوتيل او على بيوتهم ويقبضوا مصاري علنا. تعتبر انه نحن رايحين على اتفاق شبيه بالدوحه ان يضع النقاط انتخابات رئاسيه مش باطار شوي دولي، بس يتفضوا لنا، بس يتفضوا لنا ساعتها بصير في رئيس، اما بقيه الامور مثل ما هي هيك. هلا هو اهون ملف، ملف الرئاسي بلبنان، بين ملف السوري وملف العراقي والملف شو اسمه اليمني والبحريني، وهونيك ملفات كبيره، ملف غزه، ملف مصر، يعني في علاقه متوتره بين تركيا وبين السعوديه. متى بالمعلومات المتوافره متى يمكن حل موضوع لبنان؟ انا بقول بتشارين يعني، هو ايه بهالوقت هذا تشرين الاول او الثاني بيكون صار في رئيس، بس اكيد تينسحب الجنرال عون
جعجع خلص انسحب، بس تيزيح العماد عون من هذا ال... ليه انسحب؟ بده ثمن جعجع. لا خلص، شو الثمن بده؟ ابلغ البطريرك انه انا مسح تزيح، ابلغ البطريرك هذا الكلام، انه انا شو في للمصلحه بزيح. هلا هو نجح بشغله سمير جعجع، انه قدر وقف له بلوك للجنرال ميشيل عون. طيب والعماد عون شو اللي بخليه انه يتنحى عن التر ال... بده ضمانات. بفتكر هلا هو عم يحسن وضعه الداخلي وبيته الداخلي، بعد منه بيعمل ضم، بياخذ ضمانات في ثمن معين، ما بعرف يعني اكيد يعني وجود الوزير جبران بيصير بالسلطه مثلا. بس ما هذا موجود هذا الموضوع يعني؟ لا مش موجود، ما بيأمن الجنرال. الجنرال لو بيأمن للنواب كان تواصل معهم ونزل بيهم على مجلس النواب، بس لا يثق فيهم. ما انه انسان عادي ميشيل عون، رجل ذكي ومحنك ويعني ما انه مرق طريق. وانت بتعرفي حضرتك ست نانسي انه اليوم في خصومه بين وليد جنبلاط وجنرال عون، كانت عداوه بس في يعني وليد جنبلاط يعني تعبوا ميشيل عون. يعني صحيح وليد جنبلاط بروح يعني وبيجي وكذا، بس ميشيل عون تعبوا بحنكته السياسيه. عامل اول شيء مجمد 8 اذار كلها حده، وبالتالي لا يمكن ان يتحرك حزب الله دون ان يوافق العماد عون. وفي كلام يعني بين السيد حسن والجنرال عون حول موضوع الرئاسه، عاطينه قول عندما بده الجنرال بمشي الانتخابات، وعندما بده ما بمشيها. حضرتك شو بتقول له يمشيها؟ انا ما في اقول له شيء، هو بيعرف مصلحه بس اليوم مع كل وقت عم بتصر انه لابد من اجراء الانتخابات. انا خايفان على الوضع المسيحي يعني. بتقول كرماله انا جوزيف ابو فاضل لعلك شغله بصراحه اول مره بقولها. انا اذا بيعطوني هلا لجوء انساني على فرنسا انا باخذ عائلتي وبفل. وعم بتلوم اهالي الموصل؟ لا ما عم لومهم، لانه انا القيادات عندي ما عم تخليني اتحرك، ما عم بخلوني اتحرك، ما في اتحرك. بس انا اذا بيعطوني هلا هجره وروح على بلد عيش فيه انا وعائلتي، على بكره باخذ عائلتي وضل ماشي، ما بسال عن شيء وراي، لا بيوت يعني اسوه بكل مسيحي في هذا الشهر. لا تقول لك شغله، القيادات لو بيسمعوا مني القيادات اللي اجتمعت فيهم يعملوا نموذج جيد عن المسيحيين ما كنا وصلنا هون. نحن ليش كنا بالقوات؟ بين انا نحن ليش انا كنت بالكتائب وكنت بالقوات وكنت رئيس جهاز امن القوات بالمتن وكنت رئيس دائره التحقيق ببيروت، عم احكي قوات. انا لو ما حملت سلاح بهيك الايام نحن وصلنا لهون؟ بس لانه خلص وقتنا بين انه يعطوك الفيزا ويعطوك سلاح. ما بدي فيزا، ما عندي فيزا، ما عندي فيزا. لجوء يعطوك لجوء ويعطوك سلاح، شو اللي بخليك تبقى بدي بالنسبة. قيادات تكون واعيه بتكون معي ومصره تبقى بارضها، مش واحد عمل لي هون ايد وعم يشتري بيوت بسويسرا وبلندن وبفرنسا وبايطاليا وما بعرف وين، ونكزه صغير بتنكزيه بيعمل حاله بفل بالطياره. لا انا عم بحكي مسيحيا، بدكم يا مسيحيه تعيشوا بهالبلد بدكم توقفوا يا اخواني تاخذوا جنسيه ايطاليه اول شيء هن والرهبان. وعم بحكيك منطق، مش مش عم بحكي خارج القانون. نحن خلص وقتنا يعني. شو في لي شيء واحد شيء يعني اذا في رئيس جمهوريه بيحترم نفسه بيكون معه جنسيتين؟ شيء مش مقبول هذا. الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل، اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك مشاهدينا. شكرا لحسن المتابعه، وغدا حلقه جديده من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.